هانت شو داون حصل فيها ابديت جديد غير اللعبه تماما. اللعبه بقى فيها خريطه جديده، الدي ال اس اس بقى شغال في اللعبه، الصوت بتاع اللعبه بقى مظبوط اكتر، دلوقتي تقدر تسمع خطوات الرجلين بتاعت الناس بشكل واضح جدا، بقى في تقريبا 2 بوسز جداد، منهم بوس بيبقى موجود في الشارع تقدر تسمعه عن طريق الصوت بتاعه لما تدخل الدارك سايت. والناس اللي مش عارفه لعبه هانت شو داون هي لعبه اكستراكشن شوتر، كل عليك ان انت بتدخل المابا في بوس موجود في المابا او 2، تحاول تخلص على واحد منهم او الاثنين، تاخد الباونتي اللي بتدروب منهم وبعدين بتخلع. بس المشكله ان في ناس معاك في الخريطه ديت عايزين يعملوا نفس الموضوع بالظبط، فممكن تلاقي مثلا في البيت اللي فيه البوس في كذا تيم كلهم بيضبوا في بعض، واللي بيموت بيخسر الكاركتر بتاعه وبيخسر الحاجه اللي معاه، غير ان الخريطه نفسها مسيطر عليها الزومبي، والزومبي كل واحد فيهم مختلف عن التاني وليه طريقه معينه في التعامل. فدخلنا انا وبوس وبودي، عايز اقول لكم انبسطنا جدا. فرقوا الفيديو يعني ريت لايك كومنت سبسكرايب بقى عشان الالجوريزم بتاعت اليوتيوب، ومش هقول اكتر من كده، انا هسيبكم ان انتوا تستكشفوا ايه اللي حصل بالظبط. سنايبر في الليل يا عيني يا ابو سمعه. يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى تو ماتش تو. بقول لكم يا شباب الوحش عندنا، شباب 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 الوحش عندنا. ايه ده برو؟ مين فيكم معاه ستيكي؟ انا. تعالى انا معايا ستيكي. تعالى انت كمان. هفتح لكم الباب وانتوا تخشوا له. ها خناقه مين ده؟ توكلوا على الله. دش الاولى. الثانية معيش حاجة تانية. انت مش معاكوا اتنين ستيكي؟ لا انا معايا واحدة بس. انا طيب احط له ترابات؟ لا ابعد بس ابعد. نهار ابيض ده مجنون. برافو بص ابعد ابعد جدع. بص انا قفلت الباب يا اخوانا. المشكله بقى يا اسطى في اللعبه دي البيكا الغلط مع السلامه. هو عمال بي بالظبط. ها هي الفكره، ما اقول لك فرق البنج ابن لذينه قوي. فرق البنج هو اللي يعني انا كذا مرة كذا مرة يا دوبك ابص مفيش ملحقش. ما علينا نبدأ ننزل. ها ليه ده؟ شفت هو بيجري. نايس. اوكي. انا في واحد ميت. ارجع ارجع ارجع. هم اللي بيلعبوا بطلق بويزن. تخبط فيه. لا 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 جاي شويه. بيبوش عليك وهايل. بيولع في قصتي. انا مش شايف. اصحي اصحي صاحب بودي بقى. هو حسب قنبله يمين. نايس. صاحب بودي صاحب بودي صاحب بودي. ينفع صاحي ده؟ اوكي. ينفع صاحي. ليتس جو.
انا كنت اخر بار، انت لما كنتش لحقتني دلوقتي انا كنت خلاص. انتوا رياجيتوا؟ انا لسه. لا والله ده الجيم بدأ. اه والله ايه الدخلة دي؟ انا جيت من السبايدر ما ضرب الدنيا. اجل هنروح الوحش بقى. يلا السلام عليكم. الوحش في الاتجاه ده. انا معايا بيج ديناميت افجر اولع. يور تايم تو شاين يا عم. انا مش سامعه. انت سامعه؟ في حد بيضرب عليه. بص في حد بيضرب عليه. جاي 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 جاي. الله اعلم. شايفه. بص ايه ده. انا رميت عليه ده. زعلته. رميت عليه بس ما جاتش. ما جاتش فيه. بس لو كان بص كنت بتعرف ترميها. انا شايف حد تقريبا بعيد بيضرب عليه تقريبا. ابص والله اعلم. دمشته حبه حلوين. سامع حد بيدور علي. بيدور علي. بيدور علي. هو ده بيموت بيه. طيب يا جدعان سامو عليك. فبقى بص هو بيموت بيه. بيموت بيه. ستيكي بوم عادي. اي ما حاجه. متهلبه يا شباب. ايه رايكم؟ ما انا بضرب عليه. بيموت ستيكي. اضرب عليه اي حاجه. اضرب. ما جاتش فيه. اسمح لي يلع شويه دي. هو فين؟ ايه انت مره لما اقول البيج ديناميت. انا رميت البيج ديناميت فعلا بس هي نزلت قدامه. اللي هو اتعامل معاه كانها دبانه. وانا حاسس ان احنا مفيش حد جاب ال ايه ده بيبانشو. قرب ده من بدري. بدري. سير. ماشي معايا 8 طلقات و وي هكشف. وي هنا. فاكر البيت اللي دخلنا لقيناه مليان جثث؟ هو ده. نحط لهم بقى ترابات المره دي. ايه ده؟ اتنين في البيت واحد بره. خلي بالك ابص في حاجه وراك. اوكي. احط لهم ترابات بلا هدف. انا معايا ترابات. ثواني بقى عشان هم خلاص عرفوا مكاننا. ابص على البيت. خلي بالك. الواد بيبوش. واحد مات. نايس. فوق اللي تحت. اللي فوق اللي تحت. اللي فوق ده وان شوت. انا ماسك البيت عامه بالسنايب. شايف اي حد؟ اوكي. واحد على سطح البيت واحد تحت. جاي لك. ابص بيفايتوا بعض. شفت. شفت. قدامك. خلي بالك. ضربته. دويته وقع. مات. اللي عندي مات. خده واكشف. سوري. ماشي. خد. بص هي خلي بالك. جوه هنا. حرقني. بهايل. هو اتضرب. حرقنا كمان. هيطلع يموتني دلوقتي. امسكه. خد واكشف. فوق.
حاطط التراب قدام الباب. حاطط ايه ده؟ لبس فيها؟ لسه فوق لسه فوق لسه فوق. انا ممكن ابوش معاك. ابص حد معاه انابل. ايوه انا ببوش عليه. مات 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 موته. الباب مقفول. خلي بالك عشان في ترابات قدام الباب. كل البيبان قدامها ترابات. هو كده كده خلاص كده ولا ايه؟ هو فوق صح؟ انا قتلته قتلت اللي فوق. طب خليك واقف على جثته عشان ممكن يبقى اسمه ده. في واحد تاني اهو. واحد تاني اهو اهو اهو. فين؟ اتنين مش واحد. صحة يا اسطى صحة. فين 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 فين؟ قوتني. ده مات. لسه واحد يمين شوية. انا معيش اللي طلع. راح ابدل السلاح واجي. ها طب بليدنج اسماعيل. ده ما ينفعش ابدله. ايه ده مش انت اللي انا بعمله ده؟ خلي بالك انا جاي. جبت سلاح ويت. سامع الواد يمينك تقريبا. او ده حد من خلاص خلاص ماتوا احنا ماتوا احنا ايه رجاله اللي كان بودر لسه قايم. بس ايه رجاله خناقه. امال مش كانوا اتنين؟ خلاص ديد ديد والله. صحيح كذا مره بس كانوا سولو. كانوا سولو اصلا. بعد اذنك لو سمحت الوت انا كمان. ايه ده كل ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المجزره دي؟ جامد جدا. مساء الخير. مساء الخير. وانت اولاد عبي عبي يا ابني. انت هو عبي عبي. ويجي واحد ياخدنا وان طلقه. عارف انت؟ لا كده مفيش حد. مفيش حد كده. يا نهار ابيض. سلاحي ده البيستول ده. ما فيهوش الا طلقتين. ماشي. في حد انا فلانكيت من وراه كده. هما ايه ده يا جدعان؟ هما دات يمين بشين عليهم؟ افتح الباب بعد اذنك. ايوه ايوه ايوه. اتفضل اتفضل اتفضل. روح الوت انا اللي هناك. خلي بالكم من ترابات الشباب. ها؟ دات ايه ده يا جدعان؟ ده ثانية واحدة. دول ثلاثة وثلاثة. في سلوات يا اسطى. في سلوات. في اللي صحي ما حتى طلق بويزن. كلها حتى طلق بويزن. على فكرة ما كلها ماتت هنا. تعريف. والله بجد انا بكلم جد. نقعد نحتسي بقى بعض من الشاي بالنعناع. عزيزي الرفيق. ايه ده؟ ايه ده؟ طول ماشي بحب انا اموت في اخر الفايت بقى. عارف انت لو مفيش حد موتنا موت نفسي بقى. اجدع حاجة. سبعة تمانية. تمانية؟ طب بقى بقول لك احنا عملنا كل حاجه في الجيم. لا 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 هي مش لا مش ايوه ارمي بعيد. هو ثانيه واحده. هو التيم زي ما الو ايه ايه اه ده احنا ده احنا ده احنا ده افتكرت البرق ده على حد هناك. لا ده احنا. ما هو بص كده فوق في السماء هتلاقي البرق نزل عليك انت. اوه لا عايش. انا سامع صوت الديناميت بيزن في ودني. ايوه 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 خيالك كانت وقعت دي.